طبعا الحمد لله ان احنا قدرنا نحقق الثنائيه الدوري والكاس، وبنبتدي نستعد للبطوله الافريقيه. فطبعا كان مهم جدا يعني كابتن الخطيب زي ما عودنا قبل كده، قبل البطوله الافريقيه الاخيره اللي كانت اقيمت هنا في مصر، كان برضه ليه قاعده معانا وحفزنا، وطبعا هو مساندنا بشكل غير طبيعي، وده بان يعني دعم لينا. وعايز اقول كمان ان حتى الكلام لفريق الرجال اثر فينا احنا كلعيبه، يعني احنا بنكتسب من خبراته طبعا الطويله، فطبعا كلامه اثر فينا كلنا وادانا تشجيع ان شاء الله ان احنا نقدر نحصد البطوله الافريقيه وان احنا نستمر على الفوز. اتكلم ان احنا الحمد لله فرقتين، يعني الحمد لله من اكتر الفرق المتوجه في النادي، فالحاجات دي كلها شجعتنا اكتر يعني ان احنا نقدر نحافظ على البطولات ان احنا بنحققها، واهم حاجه طبعا بطوله افريقيا ان شاء الله اللي جايه. طبعا كانت بالنسبه لنا مهمه قوي، والصراحه التوقيت بتاعها كان بجد كويس جدا. فقبل افريقيا بفتره، بان احنا كمان فتره الاعداد بتاعت افريقيا، ونفس الكلام الاولاد النهارده يعتبر اول يوم دي للفتره الجديده اللي هم داخلين عليها، كانت مهمه قوي وكان جلسه تحفيزيه لينا كلنا، وان شاء الله يعني هنحقق كل اللي احنا قلناه في الجلسه، وتكون ان احنا نكسب بطولتين بنات واولاد.